بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فبسبب الظروف التي تمر عليها الإنسانية جمعاء والعالم الإسلامي اقتضت الحكمة والمصلحة أن تعلق الصلوات في المساجد، ومن ذلك صلوات التراويح في هذه الأيام. فقد دأب الناس مع بداية هذا الشهر الكريم على صلاة التراويح في منازلهم، ولعل في هذا خيرا لا يعلمه إلا الله، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ومن المهم هنا أن أقدم إلى مقدمة، وهي حقيقة أن الأولى في الصلوات صلوات النفل بغض النظر عن صلاة التراويح أن تصلى في المساجد. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدأب على أن يصلي الفرائض فقط في المساجد، وأما ما عداها من الصلوات مثلا صلاة الاستخارة والصلوات حتى المتعلقة بالفرائض الرواتب التي تسمى السنن الرواتب التي تصلى قبل الفرائض أو بعدها، وكذا النفل المطلق كان عليه الصلاة والسلام يصليه كله في بيته عليه الصلاة والسلام، لم يكن يصلي أيا من ذلك في مسجده. ولذا فالأولى أن يصلي المرء السنن والنوافل في بيته، بل إن هذا هو الإرشاد النبوي من قوله عليه الصلاة والسلام. فقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. فأنتم ترون كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه البيوت التي لا يصلى بها بالمقابر، لأن المقابر والقبور ليست هي محلا للصلاة. فكذا البيت إن لم يصلى فيه أشبه المقبرة في عدم أداء الصلاة به. فلذا فالأولى بالمرء أن يجعل من صلاته في بيته كما أرشدنا إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عن صلاة التراويح إن أراد المرء أن يصليها بأهله فذلك أمر حسن جدا إن أراد أن يصليها في منزله بأهله. وصفتها هي كما تصلى في المساجد حذو النعل بالنعل، وكما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عن الصفاف المصلين من الأطفال ومن النساء في صلاة الجماعة في المنزل فهي على النحو الآتي: إن كان مع المرء ذكر واحد فإن هذا الذكر يصلي عن يمينه، وإن كانت معه أنثى واحدة فيمكن أن تصلي عن يمينه، ويمكن لها أيضا أن تصلي خلف الإمام. وإما إن كان مع الرجل ذكور من أبنائه أو إخوانه مثلا فإنهم يصلون خلفه مباشرة. وأما النسوة إن كانت هنالك نسوة فإنها تصلي خلف الأطفال إن كان هنالك أطفال، فالذكور أولا يصلون البالغون خلف الإمام، ثم الأطفال خلف الذكور البالغين، ثم النساء. وأما إن كنا نسوة مع رجال من أقاربهم ومحارمهم فلهن أن يصلين بجنب الذكور، ولهن أن يصلين خلف الإمام أو خلف الذكور عفوا. وهذا هو الأولى، أن تصلي النسوة خلف الذكور لا في صف الذكور، لأنه هو الأحظى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في حديث أنس بن مالك أنه صلى واليتيم، هكذا جاء في الرواية، خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وصلت المرأة أو العجوز كما جاء في نص الرواية خلفهم، أي خلف الأطفال، خلف أنس بن مالك وخلف اليتيم. ولذا قد يجيب هذا الحديث على التساؤل: لما تصلي النساء خلف الذكور حتى لو كان الذكور من أبنائها أو أقاربها؟ نقول إن ذلك لأجل هذا الحديث الصحيح الوارد الثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن صام
رمضان وقام لياليه إيمانا واحتسابا إنه ولي ذلك القادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.